بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، ورجعنا وياكم يا شباب شرح مهمات الاسبوع السابع من الموسم السادس عشر. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا نروح على الار بي، وبعدها نروح على المهام، وبعدها نختار مهام التحدي، وبعدها مثل ما تشوفون يا اصدقائي الاسبوع السابع راح نبدي بالمهمات الذهبيه لان هي صايره بالبدايه، وبعدها نبدي بالمهمات الفضيه لان هي صايره بالنهايه او صايره ثاني شيء. فاول مهمه من المهمات الذهبيه يا شباب يقول لك احتل مركزا ضمن افضل ثلاثه في مباراه فرق اثنين من المرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا هنا طالبها من عندنا بالوضع الكلاسيكي تكون الاول او الثاني او الثالث، يعني تكون بالتوب ثلاثه، طالبها من عندك مرتين، يعني تلعب جيمين تاخذ من ضمن الثلاث فرق اللي يقوم بالاخير، تاخذ الاول او الثاني او الثالث. المهمه اللي بعد يا شباب وكالعاده يقول اختر مهمه واحده من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام راح نختار من يمهن مهمه واحده. فاول مهمه من ذني ثلاث مهام يا شباب يقول لك اقتل ثمانيه من الاعداء في مباراه واحده في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذه مهمه جدا سهله، طالبوها من عندنا بالوضع الكلاسيكي، تلعب ايرينجل، تلعب ليفيك، تلعب سان هوك، اي وضع اي خارطه تلعبها، بس شرط ان تكون جيم كلاسيكي، تقتل 8 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله. المهمه اللي بعدها يا شباب طبعا غلطانين بالترجمه، يقول لك هنا اقتل اكثر من 16 لاعب في مباراه فرديه في الساحه. طبعا بالساحه يا شباب تنزل الساحه وتقتل اكثر من 16 عدو وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. ما اعرف كاتبين لاعبي نيفي، ما ادري هم غلطانين، بس هي المهم بالساحه تقتل اكثر من 16 عدو وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة من ذني ثلاث مهام يا شباب يقول لك اكمل 6 مباريات في وضع الاركيد. طبعا بس تلعب وضع الاركيد راح تكمل وياك هذه المهمة، ما يهم اذا تفوز او تخسر، المهم تلعب 6 ايام وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك اقتل 3 من الاعداء باستخدام الام 24 في اي وضع. طبعا ما دام هو كاتبنا باي وضع نقدر نسويه بوضع تدريب الساحه، نروح هنا نخليه على الساحه، وهنا نروح على الاعتاد ونختار الام 24 حتى نكمل المهمه بسرعه وبدون ما نخسر تقييم. ما دام وقعت منا باي وضع نقدر نسوي بوضع المستودع، نقتل 3 اعداء وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. نرجع وياكم يا شباب نكمل المهمات. المهمه الاخيره من المهمات الذهبي يا شباب يقول لك اقتل 20 من الاعداء باستخدام الفيكتور في اي وضع. ايضا ما دام كاتبنا باي وضع نقدر نسوي تدريب الساحه او مباراه الفرق المميته، ندوس على الاعتاد مثلا نختار هنا الفيكتور من اسلحه الاس ام جي، مثل ما تشوفون يا شباب انه الفيكتور ندوس عليه تجهيز وراح نكمل هذه المهمه بسهوله وبسرعه وبدون ما نخسر تقييم، نكملها بالساحه ما دام هو كاتبنا باي وضع، يعني ما محدد نلعب الوضع الكلاسيكي او نلعب الوضع تدريب الساحة ومباراة الفرق المميتة. خلصنا من المهمات الذهبية يا شباب، راح ننتقل وياكم للمهمات الفضية او المهمات المجانية. فاول مهمة من المهمات الفضية او المجانية يا شباب يقول لك استخدم مسكن الالام 28 من المرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا طلبها بالوضع الكلاسيكي تحديدا البينكلار اللي هذه القوطية الخضراء، تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها باكثر من جيم، كل ما هنالك تاخذ بينكلار 28 من المرات وراح تكمل وياك هذه المهمة بكل سهولة. المهمة اللي بعدها يا شباب وكالعادة قايلين اختر مهمة واحدة من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام راح نختار من يمهن مهمة واحدة، يعني نسوي من يمهن مهمة واحدة. فأول مهمة من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اهبط على أي سطح في هوسبيتال ايرنجل ثلاث مرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا ايرنجل كل احنا ندلها، وهوسبيتال راح أخليكم الصورة على اليسار حتى الكل يندلها، تنزل فوق المستشفى وفوق الهوسبيتال ثلاث مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة. طبعا تنزل على السطح مالته وتبقى شوية، مرات تقلش عندكم المهمة تنزل على السطح ورأسا تقمز بالقاع ما راح تنحسب لك، فانت تظل شوية فوق السطح تقمز او تنبطح شوية وانزل وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اهبط على اي سطح في البوزا ميرامار ثلاث مرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا ميرامار هي خارطة الصحراء، البوزا راح تطلع لكم على اليسار هذه المنطقة، تنزلون على أي سطح موجود قدامكم بهذه المباني وراح تكمل وياكم هذه المهمة إن شاء الله. أو يقول لك اهبط على أي سطح في بوت كام سان هوك ثلاث مرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا سان هوك بوت كام راح تطلع لكم على اليسار حتى الكل يندله، تنزل على السطح مال بوت كام أي بيت من ذني المول للبيت الأحمر،
اي بيت تنزل بالمال بوت كامب راح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله. المهمه اللي بعد يا شباب يقول لك اقتل واحد من الاعداء خلال 60 من الثواني من الهبوط في الوضع الكلاسيكي. طبعا هنا اول ما تنزل لازم تنزل مناطق حاميه مثل بوت كامب مثل بوشينكي مثل الباور، مناطق حاميه تلقون بها هواي لاعبين مثل الحاويات طبعا موجوده، تنزلون تلقون هواي لاعبين بحيث اول ما تنزل من الطياره تاخذ سلاح وتقتل لاعب، حتى اذا تقتل بوكسات اي شيء، المهم هو طالبه من عندك خلال 60 ثانيه، يعني خلال دقيقه لازم انت تقتل لاعب. المهم اللي بعده يا شباب يقول لك التقط مسدس المميض خلال 5 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا المسدس المميض اللي يقصد به هو الفلير جان، راح يطلع لكم عليه صراحه حتى الكل يعرفه. طبعا هذا المسدس تقدر تاخذه من صديقك وتقدر تفرع التيم ماتك، مو شرط يكون به طلقه حتى لو ماكو طلقه، بس تلتقط هذا المسدس راح تكمل وياك هذه المهمه بكل سهوله. المهم اللي بعد يا شباب يقول لك التقط قوة القوات الروسية المستوى 3 خلال 10 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا اللي يقصد بها الخوذة ليفل 3 او المستوى 3، طبعا اذا ترجون هذه الخوذة متواجدة بكثرة موجودة بليفيك، اللي يلعب ليفيك يعرف انا شنو اقصد. مهمة تنزل يعني مو ديش النادرة، لا راح تلقاها بكل البيوت تدور تلقاها، يعني مو نادرة تلقاها دائما. فانت العب لي فيك وعشر مباريات 10 خوذة ليفل 3 وراح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة الأخيرة يا شباب يقول لك الحق ما مجموعه 500 من الضرر باستخدام طلقات الرأس في الوضع الكلاسيكي. طبعا هنا يقول لك طلقات الرأس لازم انت تدمج براس العدو، اكو ناس محترفة ويلعبون انهم اوتوماتيكيا ايمهم يصير على راس اللاعب، انت لا تشوفها صعبة يا صديقي. العدو او البوت من يوقع نوك لما تجي تفنشه خلي الايم على راسه، يعني افتح ايم سكوب خليه على راسه وفنشه بالراس راح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. طبعا طلب من عندنا 500 من الضرر، 500 يعني مو شرط تقتل جيم تقتل لاعبين او ثلاثة وقول ما صارت، لا طالبة من عندنا 500 من الضرر تضرب براس العدو مثل ما قلت لكم يا شباب وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.